وإلى الشأن المحلي، نظمت كلية الرياضة في جامعة حلبجة بالاشتراك مع لجنة الصحفيين الرياضيين ندوة مشتركة حول توحيد المصطلحات الرياضية الكردية من أجل وضع معجم رياضي موحد باللغة الكردية للدارسين في مجال الرياضة والصحفيين الرياضيين. في البداية أشكر القناة زاكروس لهذا اللقاء. نحن مجموعة من أساتذة في جامعة سليمانية وبقية الجامعات الأقليم كردستان العراق نقوم بتوحيد مصطلحات الرياضية في باللغة الكردية، لأن إحنا حسب ما تعرفون لدينا مصطلحات كثيرة في اللغة الكردية، خصوصا بالباديني والسوراني والكرمانجي، وإحنا إن شاء الله نحاول نوحد هذه المصطلحات ويكون مصطلحات على أساس أكاديمي وعلمي، وليس يكون عشوائي المصطلحات يستخدمونها كلسان الشارع. لذا إحنا نحاول إن شاء الله نوحد المصطلحات، وخصوصا المصطلحات اللي بعدها ما شايعة في الإعلام، ومثلا نحكي على موضوع اللعب الذهاب والإياب في كرة قدم، أكو مصطلحات يستخدمونها هاتونوتشون أو يستخدمونها روشنو قرانو. إحنا نريد الإعلام والجامعات يوحدون هذه المصطلحات، وإحنا ليس الوحيدين نقوم بهاي الشغلة، الجامعات أقليم كردستان هم يكون مركز الشغل، وإحنا نسوي مجموعات، مثلا مجموعة الإدارة الرياضية، مجموعة كرة قدم، مجموعة اتحاد مثلا كرة السلة، كرة الطائرة، وهم يكونوا مركز في توحيد المصطلحات، وإحنا نقوم بهاي الشغلة. يمكن يطول هاي العمل لأربع سنوات خمس سنوات، وإحنا نقوم بإنشاء برنامج إلكتروني يكون عن طريق إلكتروني مثلا جوجل فورمز، هم يعني يطون آراءهم على موضوع كل مصطلح اللي احنا نريد نسويه، وان شاء الله اليوم في جامعة حلبجة نحاول نوصل الفكرة هنا، وان شاء الله ناويين اللقاء الجاي يكون الندوة الجاي يكون ان شاء الله بجامعة صلاح الدين.